اليوم راح اكون معاكم في شرح آلية المسابقة حق المرحلة الابتدائية. في المرحلة الابتدائية راح يكون هناك في ثلاث مهام مع حق كل مدرسة. كل فريق راح يسوي الثلاث مهام هذه. الثلاث مهام هذه راح تتوزع على ثلاث شغلات. اول شغله نشرحها هي عباره ان لازم الفريق يصنع روبوت. الروبوت هذا يكون اوتونيموس، يعني بمعنى انه لا يتم التحكم فيه عن طريق ريموت كنترول مسبق البرمجه. راح يبلش بالبدايه عندهم قصر، تعال هني شوف هني عندهم قصر، راح يبلش الروبوت هني ويمشي على الخط الاسود بحيث راح يصل الى محطات. هذه المحطات راح تكون بالشكل هذا. كل راح يسوي انه وهو ماشي راح يحاول انه ينزل الاعلام. إذا نزل الأعلام راح ياخذ نقاط مرتفعة جدا، راح يكمل يوصل إلى المحطة الثانية بنفس الطريقة، بعدين راح يوصل إلى المحطة الثالثة، بعد ذلك راح يمشي إلى أن يصل إلى نقطة البداية ويكون كذي خلص المهمة الأولى. راح يكون في هناك تقريبا 100 نقطة على هذه المهمة. إذا خذاها بالكامل سوى شيء حلو. التوقيت لن نحسب، راح نحسب التوقيت، ولكن التوقيت ما راح يفرق معانا الا اذا تساوى فريقان في عدد النقاط الاجماليه. الحين حق المهمه الثانيه. المهمه الثانيه هي مهمه اعاده التدوير. مهمه اعاده التدوير راح تسوي التالي. تقريبا في منطقه اللي هي قريبه من عند السالمي راح يكون هناك في عندنا مجموعه من المكعبات. المكعبات هذه عبارة عن فلين 5 سنتي في 5 سنتي في 5 سنتي، تقدرون أنتم تسوونها بالمدرسة وتلونونها بألوان مائية. ألوان مائية طبعا نسيت أقول شغلة مهمة بالنسبة حق هذه الأعلام، تقدرون تصنعونها من نفس العدة. هذا الأعلام موجودة طريقة صناعتها في النشرة الموجودة في الموقع وفي النشرة اللي وصلت لكم من وزارة التربية. راح يكون هناك في 5 مكعبات لونهم أزرق، 5 مكعبات لونهم أحمر، وخمس مكعبات لونهم أبيض. كل لون له معنى من أنواع إعادة التدوير. يعني مثلاً الأبيض معناه الورق، الأزرق معناه المعدن، الأحمر معناه البلاستيك. اللي راح يصير التالي، راح يجيب الفريق روبوت. الروبوت هذا راح يكون عن طريق ريموت كنترول، راح يحاول يأخذ هذه المكعبات. نسيت أقول نقطة وايد مهمة، في من بين المكعبات راح يكون في بعض المكعبات لونهم اسود، هذول ممنوع انهم يدشون داخل مكان الفرز. تعال نطالع نشوف. راح ياخذ الروبوت هذه المكعبات وراح يفرزها هني بحيث يدخل الابيض مكان الابيض، راح يدخل الازرق هني، وياخذ الاحمر يدخلهم هني. كل مكعب في لون في مكانه الصحيح راح ياخذ عليه نقاط. لازم ما يدخل المكعب اللي لونه اسود، اذا دخل المكعب لونه اسود راح تخصم النقاط اللي عنده. تعال نطالع شلون نقدر نصنع هذا. طبعا احنا بالمسابقه راح ناخذ شيء يعني من خشب ويكون شغلنا مرتب، بس انا قاعد اسوي هني فلين عشان اعلم المدارس شلون ممكن يسوونها. هذا عباره عن فلين، العرض هني 30 سنتي، الارتفاع 10 سنتي. بهالشكل هذا عباره عن ثلاث اهداف. لا اي ثينك انه لو كذي احسن. ايوه ثلاث اهداف. الثلاث اهداف هذه 30 سنتي 30 سنتي 30 سنتي بارتفاع 10 سنتي، تنحط هنا عند الخلية. تمام. هذه المهمه الثانيه. هي حق المهمه الثالثه. المهمه الثالثه عندنا هي مهمه ترتيب ابراج الكويت. لما هي حق ترتيب ابراج الكويت راح تكون الابراج بالشكل هذا. عند كلمة الكويت اللي موجودة على الخريطة، طبعا نسيت اقول وايد نقطة وايد مهمة، الخريطة هذه نفسها موجودة عندكم، راح تكون موجودة على الويب سايت، تقدرون تنزلونها وتطبعونها من اي مكان. تمام؟ هذه الابراج عبارة عن قاعدة بارتفاع 5 سنتي، بالعرض تقريبا 7 سنتي. وقف. مثل ما قلنا الابراج راح يكون ارتفاع 5 سنتي، العرض هنا تقريبا 7 سنتي الى 8 سنتي. ارتفاع الكلي من القاعده الى القمه 35 سنتي. بالفلين هذا قصينا قص يدوي. بالفلين تقدرون اي مدرسه يعني تشترون مجرد لوح واحد فلين تسوون فيه كل المجسمات، او نص لوح بعد كافي وايد. وتلوين بالوان مائيه، يعني ممكن اي معمل فنيه ممكن يسوي لكم اياه. راح يصير التالي، راح تجيبون روبوت راح يبلش من عند القاعده هناك، الروبوت اللي هني عن طريق ريموت كنترول ياخذ البرج الاول ويحاول يمشي فيه
ويحطه داخل الدائرة مات البرج الكبير، داخل الدائرة نقصد فيه داخل المنطقة البرتغالية. ما راح يصير كذي، إذا صار كذي راح يصير فيه خصم درجات، لازم يكون داخل في المنطقة هذه. نفس الشيء بالنسبة حق البرج الثاني، لازم يحطه داخل. لو تلاحظون الدوائر كل مالها قاعد تصغر، كل مالها قاعد تصغر، فبالتالي راح يصير فيه صعوبة في إدخال البرج. مين حق البرج الثالث؟ البرج الثالث دائرته جدا صغيرة، بس أبيكم تلاحظون شغلة بالقاعدة هنا. القاعدة هنا عندي قصينا الزوايا منهم، وراح تكون كذي بالضبط عندكم، كذي راح يكون مقصوص الزوايا، لازم يدخلها بالشكل هذا. ولاحظوا ان المنطقة هنا جدا ضيقة عليه، فبالتالي لازم تكون هناك في تدريب كبير وفي دقة في التحكم في الروبوت. ثلاث مهام كل مهمة 100 درجة، فبالتالي عندنا الفريق لازم يجمع 300 نقطة. إذا جمع 300 نقطة يجمع أكبر عدد ممكن عندها، في حال تساوي فريقين في نفس عدد النقاط يتم التحكيم إلى الزمن اللي استغرق في تنفيذ هذه الثلاث مهام. حظكم أوفر إن شاء الله وكبير إن شاء الله في الحصول على مراكز متقدمة إن شاء الله في المسابقة. أشوفكم على خير في المسابقة.